بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على اول درس في الجبرا اللي هو solving two equations of the first degree in two variables graphically and algebra او algebraically. طيب اول حاجه الفيرست solving two equations of the first degree in the two variables graphically. يبقى ايه الرسم البياني ده كامل. طيب عندنا اول حاجه لو ال L1 هنا ثلاث اشكال، هنا الاكس وهنا الواي. لو ال L1 انترسكت الايه ال L2 يبقى هنا في 1 بوينت، في هنا انترسكت 1 بوينت، يبقى السوليوشن سيت هيكون ايه؟ هيكون ذا سيت اوف اكس 1 واي 1 اللي هي النقطه ديت اكس 1 و y1. دي الحالة الأولية. طب الحالة الثانية اللي هم يكونوا coincident يعني منطبقين، يعني هيبقى هذه ال x وهذه ال y، هذا ال1 وال2 برضك عليها ال1 وال2، يبقى هنا ال solution set there is no there is a no أو there is an infinite، يبقى infinite أو infinite إيه؟ infinite number of solution، عدد لا نهائي من الحلول. ليه؟ لأن إحنا عارفين إن الستريت لاين الـ equation of straight line لها عدد غير محدود infinite. طيب لو كانوا الاثنين منطبقين على بعض constant then طيب الاثنين برضو لهم إيه؟ عدد لا نهائي من الحلول infinite. أوكي؟ طيب لو كانوا الاثنين parallel آدي الـ x وادي ال y، هنا ادي ال L1 وادي ال L2، يبقى هنا ايه solution set هنا ايه phi، solution set هنا ايه phi. دول الثلاث حالات، يا اما يكون intersect in one point يبقى solution set x1 x1 y1 يعني مثلا 2 3 او 4 و 5 وهكذا. لو كانوا الاثنين كوينس منطبقين يبقى infinite. طب لو كانوا الاثنين parallel يبقى solution set ايه The solution set is fine. Okay. هنشوف الثلاث حالات دول جرافيكالي دلوقتي. يعني مثلا بيقول لي ال L1 equal to x minus y equal to 5. وال L2 equation x plus 3y equal plus 1 equal 0. Okay. طيب. اول طبعا هنعمل ايه؟ هنعمل جدول كده تيبل، هنا x y، هنا هناخد مثلا البوينت 1 2 و 3 ونعوض في الاثنين الاولانيه بالنسبه 2 تايمز 1 2 تايمز 1 يبقى 2 ماينس الواي ايكوال 5، او ممكن نقول ان الواي الواي متضايق هنا 2 x ماينس 5 يبقى 2 ماينس 5 هتبقى نيجاتيف 3، ونعوض في الثانية هتطلع بنيجاتيف 1 ونعوض 1. ده في ال L1. طب ال L2 دي هنقول L1 L2 نفس الشيء x و y، هنعوض برضو بنفس مثلا هنا نيجاتيف 1، نعوض بأي قيمة يعني نيجاتيف 1 ونيجاتيف 4 و 5. طيب ديت عبارة عن ايه؟ هن x equal نيجاتيف 3y minus 1 تمام. طيب ونعوض ال y لما تكون ال x بنيجاتيف 3 يبقى نيجاتيف 1 يبقى هتبقى ب 0 1 ونيجاتيف 2 ونرسمها، نعوض بأي قيم طبعا ال x وادي ال y. اول حاجه الاولاني 1 ونيجاتيف 3 يبقى هنا 1 2 3 1 2 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. أول حاجة إيه؟ 1 ونيجاتيف 3 1 ونيجاتيف 3 تبقى هنا، تاني 2 ونيجاتيف 1 2 ونيجاتيف 1 و 3 و 1 3 و 1 هتلاقيها ماشي، يبقى الأولاني هيبقى ماشي كده ده L1. طب ال1
فبالتالي نيجاتيف 1 و0 هتبقى هنا، بعد نيجاتيف 4 1 اهيت من هنا، و 5 ونيجاتيف 2، يبقى هنا ال 5 ده 4 وادي ال 5، 5 ونيجاتيف 2 هتلاقيها ماشية كده تمام. هيتقطعوا البوينت هي اللي هي هتبقى 2 ونيجاتيف 1، يبقى السوليوشن سيت 2 ونيجاتيف 1. يبقى ديت ايه الحالة الأولية، 1 سوليوشن، حل وحيد اللي هو ايه نقطة التقاطع هنا الانترسكت 2 ونيجاتيف 1. طيب ناخد مثال تاني على الكلام ده بقى، الحالة التانية بيقول لي ال1 ايكوال اللي هي الواي، الواي ايكوال تو اكس ماينس ال4، وال2 ال4 اكس ايكوال تو واي بلس ال8. طيب نعمل الجدول بتاعنا اكس واي، وهنا نحط 0 و1 ونيجاتيف 1. طيب ال0 يبقى نيجاتيف 4، ال1 يبقى 2 ماينس يبقى نيجاتيف 2، ونيجاتيف 1 نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 6. طيب ال L2 يبقى ال L1 ال L2 اكس واي، وهنحط ال فاليو 2 3 1 هتطلع بكام؟ هنعوض هتطلع ب 0 و 2 ونيجاتيف 2 تمام؟ طيب نرسم بقى الرسمه بتاعتنا. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. Negative one, negative two, negative three, negative four, negative five, negative six. Negative one, negative two, negative three, negative four, five, negative six. Okay. طيب أول حاجة L1 0 negative 4، 0 negative 4 تبقى هنا. بعدين 1 ونيجاتيف 2، 1 ونيجاتيف 2، بعدين 1 نيجاتيف 1 ونيجاتيف 6، نيجاتيف 1 ونيجاتيف نيجاتيف 1 ونيجاتيف 6 تبقى هنا، يبقى هيبقى ماشي كده تمام. طبعا هي مش مظبوطه قوي يعني. طب والتانيه 2 0 اهي، بعد كده 2 0 يبقى ماشي كده، يبقى ماشي كده 2 و 0 يبقى هنا، بعد كده 3 و 2، 3 و 2 يبقى هنا تقريبا هنا ايوه، والنقطة الثانية 1 ونيجاتيف 2، 1 ونيجاتيف 2 تبقى هنا. يبقى ال L1 وال L2 الاثنين جم ايه؟ الاثنين جم على بعض، الاثنين جم على بعض، يبقى السوليوشن سيت، السوليوشن سيت هنا ايه؟ هنقول له ايه؟ انفينيت، او ممكن نقول له كده، ممكن نقول له السوليوشن ست بيساوي كده، ذا سيت اوف اوردر دي بير اكس واي، ونقول له الايكويشن بقى ان هي هما الاثنين زي بعض، واي ايكوال تو اكس ماينس ال 4، وين الاكس والواي بيلونج الار 2 اللي هو الار الايه؟ الار مع الار، يبقى لان الاثنين لو جينا نبص هتلاقي نفس الايه؟ نفس الايكويشن الاثنين زي بعض، لان لو قسمنا هنا هنا الواي ايكوال 2 اكس ماينس 4، هنا برضو لو عملنا ديفايد 2 هتلاقي ان الواي اهو يبقى 2 اكس ايكوال الواي بلس 4 تمام، يبقى الواي ايكوال 2 اكس ماينس 4 نفس الايكويشن، يبقى ال1 ايكوال ال2، عشان كده طلع معايا بالشكل ده، يبقى السوليوشن سيت ان انفينايت غير محدود، عدد لا نهائي. طيب الحالة التالتة، الحالة التالتة هنقول له L1 الواي ايكوال تو اكس ماينس 2، طب وال L2 الواي 2y ماينس 4x ايكوال 0، 2y ماينس 4x ماينس 2 ايكوال 0 تمام. نرسم L1 x و y، وهنا هنحط ثلاث نقاط 2 1 و 0، ونعوض
فيها والـ L2 XY نحط 3 0 1 ونيجاتيف 1. طب الـ Y هنا لما تكون بـ 2 يبقى 4 ماينس 2 إيكوال 2، لما تكون بـ 1 يبقى 2 ماينس 0، لما تكون بـ 0 يدينا نيجاتيف 2. طب والتانية؟ يفضل إن أنا أعملها كده 2y إيكوال 4x 4x بلس 2، ونعمل ديفايد 2 يبقى الـ y إيكوال 2x بلس 1، نعدلها كده يعني. اوكي يبقى الـ y إيكوال 2x ماينس 2، لما أكون بـ 0 يبقى بـ 1، لما أكون بـ 1 يبقى 2 تايمز 2 تايمز 1 بـ 2 يبقى 3، ولما أكون بـ نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 1. طيب نرسم بقى الرسمة بتاعتنا x و y، هنا 1 2 3 4 نيجاتيف 1، لا سوري 1 2 3 4 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. أول حاجة ال 1 2 و 2 2 and 2. طيب 1 و 0 1 و 0 أهي 0 نيجاتيف 2 0 نيجاتيف 2، يبقى هيطلع معايا بالشكل كده، ونقول له ده ال 1. طب ال 2 0 1 ادي 0 و1 يبقى هي 1 و3 1 و3 اهو نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1، يبقى هنا شايف ماشي ازاي؟ ماشي ازاي؟ بارلل. يبقى ايه؟ يبقى السوليوشن سيت ايكوال 5. تمام؟ هم دول الثلاث حالات، يا اما يكونوا انترسكت ان وان بوينت يبقى سوليوشن سيت اكس 1 وواي 1 النقطه اللي بيتقابلوا فيها وبيتقاطعوا فيها، الحاله الثانيه ال ال 1 ايكوال ال ال 2 سيم ايكويجن يبقى يطلعوا كوانسيدنت يعني منطبقين، يبقى سوليوشن سيت الفاينايت غير محدود، الحاله الثالثه ان هم يكونوا بارل، وفي الحاله ديت السوليوشن سيت بيكون ايه؟ بيكون 5، السوليوشن سيت بيكون ايه؟ 5. اوكي؟ طيب ناخد بقى شوية ريماركس على الكلام ده. أول حاجة إن إحنا عندنا إن إحنا ممكن نعمل 2 بوينت بس عشان أختبر الإيه؟ الـ equation represent يعني. تمام؟ طيب ممكن أحط الواي لوب في جنب والإكس في جنب زي ما أنا عايز، تمام؟ طيب ده بالنسبة طيب في حاجة أخيرة بقى قبل ما ناخد الجبر ده، ناخدها في فيديو تاني إن شاء الله، اللي هو بيقول لي إيه؟ we find the slope of the two straight الأول عشان نشوف the number of solution، عدد الحلول the number of solution، عدد الحلول عدد الحلول عدد الحلول، ده سؤال أساسي. طيب we can recognize the number of solution of any two equation. أول حاجة we find the slope of the two straight line. يبقى بنجيب الـ slope. تمام، عندي بقى حالتين، الحالة الأولى إن الـ M1 equal الـ M2. لو كان الـ M1 equal الـ M2 ولو كان الـ M1 doesn't equal الـ M2. طيب M1 doesn't equal M1 doesn't equal M2 خلاص، يبقى انا عندي ايه؟ 1 يبقى السوليوشن سيت او النمبر عندي 1، حل وحيد يونيك سوليوشن. اذا كانت السلوب بتاع الام بتاع الستريت لاين 1 و doesn't equal السلوب اوف ستريت لاين 2 او 2 ستريت لاين، يبقى عدد الحلول نمبر اوف سوليوشن ايكوال 1. لكن هنا بقى الخلاف، هنا M1 السلوب 1 ايكوال M2، هنجيب ايه بقى ايه؟ هنجيب the find the point of intersect of two straight line with the y axis، هنجيب point intersect of the y axis، يعني هنحط الاكس بكام؟ الاكس بزيرو، الاكس بزيرو. يبقى انا عندنا لما يقول لي what is the number of solution set، عدد الحلول، هنجيب السلوب. اذا كان ال M1 equal ال M2 يعني السلوب بتاع اللاين الاولاني doesn't equal slope of two straight line، يبقى عدد الحلول كام؟ 1. طب اذا كانوا بيساووا بعض بنجيب نقطة تقاطع مع الواي اكس، يعني بحط الاكس بتساوي ايه؟ 0. تمام؟ طيب the two straight line are constant the two point are equal، لو النقطتين دول لو جبت النقطتين وطلعوا equal يبقى عندنا هنا ايه؟
عدد الحلول هنا ايه؟ الفاينايت، عدد غير محدود. طب لو كانوا ما بيساووش بعض يبقى عدد الحلول بيساوي زيرو. تاني، لو طلب مني the number of solution، هنجيب الاسلوب. اذا كان m1 doesn't اسلوب m2، جبت الاسلوب ال1 واسلوب ال2 طلعوا ما بيساووش بعض يبقى عدد الحلول بيساوي واحد. طب لو كانوا بيساووا بعض يبقى لازم اجيب البوينت انترسيكت with y axis. لو كانوا بيساووا بعض يبقى عدد غير نهائي infinite. طب لو كانوا مختلفين يبقى الاثنين بارلل وبالتالي عدد الحلول بيساوي ايه؟ زيرو. تمام؟ طيب نطبق الكلام ده؟ نطبق الكلام ده. بيقول لي ايه؟ find the number of solution of two pairs of following. الاولاني بيقول لي 2x minus 3y equal 6، والتاني ال y equal 2 over 3x plus 3. طيب هنجيب ال m1 نيجاتيف، يبقى ماينس ال a over b، نيجاتيف 2 over نيجاتيف 3 يبقى 2 over 3. طب ال m2 اهي، طالما الواي في جاي يبقى ناخد 2 over 3، طالما الواي جاي لوحدها يبقى بناخد الكوفيشن بتاع الاكس. طيب ده 2 over 3 يبقى m1 equal m2، m1 equal m2. هنجيب intercept بار، يبقى هنا هنحط الاكس في 0، يبقى 0 minus 3y equal 6، يبقى الواي equal 6 على negative 3 equal negative 2، الواي بنيجاتيف 2. طيب هنشوف، يبقى هنا النقطة هنا 0 ونيجاتيف 2. طيب النقطة الثانية الواي ايكوال 0 بلس 3 يبقى ايكوال 3، يبقى 0 و3 النقطتين اختلفوا. ايوه، يبقى بقى يبقى ذا نمبر اوف سوليوشن بقى نمبر اوف سوليوشن ايكوال 0. تاني احنا جبنا الام 1 طلع بيختلف عن الام 2، طلع ايكوال الام 2 سوري. تمام، ام 1 ايكوال ام 2، هنجيب انترسبت بار ويز واي اكسس يعني اكس ب 0. طلع النقطة الأولانية طلعت بنيجاتيف 2 يبقى 0 ونيجاتيف 2، والال تاني طلعت بكام؟ ب 0 و3، يبقى الاثنين مختلفين، يبقى الاثنين بارلل، يبقى the number of solution equal 0، the number of solution equal 0. طب ناخد مثال تاني، جايب لي الستريت لاين اكس بلس 2y equal 1، والتاني 2x بلس 3y equal 12. يبقى ال m1 equal minus 1 على 2، طب ال m2 equal negative 2 على 3، الاثنين اختلفوا، يبقى m1 doesn't equal ال m2، يبقى عدد الحلول زائد 1، عدد الحلول equal ايه؟ 1، عدد حلول واحد بس. طيب الحالة الأخيرة 4x minus ال y plus 7 equal 0 و 2y minus 8x equal 14. هنجيب ال m1 يبقى negative 4 على negative 1 equal 4. طب ال m2 ايوه، يبقى 8 على 2 equal 4، الاثنين بيساووا بعض. m1 equal ال m2، هنجيب ال intercept part يبقى 0 plus 2y equal 1، يبقى ال y equal half. طيب والتاني 0 plus 3y equal 12، يبقى ال y equal 4. الاثنين ايه؟ الاثنين مختلفين، الاثنين مختلف ثانية واحدة، ثانية واحدة، لا عندنا ثانية واحدة كده، ماشي ناخدها بقى 4x minus y plus 7 sorry equal 0 و 2y minus 8x equal 14. طيب m1 equal negative 4 على 7، لا negative 4 على 1 يبقى negative 4، يبقى negative 4 على negative 4 على negative 1 equal 4. طيب ال m2 يبقى 8 على 2 equal 4، يبقى m1 equal m2. هنجيب بقى الانترسبت بارت، هنا 0 minus 4، لا دي y، 0
ماينس الواي ايكوال نيجاتيف 7، يبقى الواي ب7. الواي بكام؟ يبقى البوينت كام؟ 0 7. طيب الثانية 2y ماينس 0 ايكوال 14، يبقى 2y ايكوال 14 ديفايد 7 ديفايد ايكوال 7، يبقى البوينت 0 7. النقطتين زي بعض، يبقى 2 ستريت لاين L1 منطبق على ال L2، يبقى عدد الحلول ذا نمبر اوف سوليوشن on infinite. on infinite تمام كده. وكده خلصنا ايه الجزء الاولاني بتاع الايه ال solving of equation graphically. تمام. والفيديو القادم بقى هنعمله algebraic. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.